وتقوم الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية تقوم باستصلاح مساحات كبيرة مع التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة الغذائية ولتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا يخفف الضغط على الوادي القديم ويخلق مجتمعات تنموية مستدامة. عن هذا يحدثنا لواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية. الشركة يا فندم تتكون من 4 مزارع رئيسية، هي مزرعة شرق العوينات، مزرعة الفرافرة، مزرعة توشكا، مزرعة عين دلة. البداية يا فندم كانت سنة 1999 بمنطقة شرق العوينات ومساحة 10,000 فدان. وفي عام 2012 وصلت المساحة يا فندم إلى 80,000 فدان. وفي عام 2014 وصلت المساحة يا فندم إلى 100,000 فدان. وفي عام 2015 تم تكليف الشركة الوطنية باستصلاح وزراعة 10,000 فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة، وسيادتك فندم شرفتنا بمناسبة نهاية موسم الزراعة. وفي نفس العام يا فندم تم إضافة 10,000 فدان أخرى في العوينات. وفي عام 2016 تم تشريف سيادتك يا فندم الشركة في منطقة الفرافرة بمناسبة بدء موسم الحصاد. وفي عام 2017 تم تكليف الشركة باستكمال استصلاح وزراعة 25,000 فدان في منطقة توشكا. وفي عام 2018 تم تكليف الشركة باستصلاح وزراعة 12,500 فدان بمنطقة عين دلة. وفي ذات العام تم تكليف الشركة بزراعة 2.3 مليون نخلة على مساحة 37,000 فدان. حتى الآن يا فندم تم زراعة 1,350,000 نخلة على مساحة 21,000 فدان. تم زراعة يا فندم 33 صنف من الأنواع المتميزة مثل المجدول، البرحي، الصاقعي، السكري، الخلاص، الصفاوي، عجوة المدينة، عنبرة المدينة إلى آخر. وفي عام 2019 سيادتك يا فندم شرفتنا بتشكر التحول الرقمي. بناء يا فندم على توجيهات سيادتك تم إدخال منظومة التحول الرقمي إلى الشركة، وكانت البداية يا فندم مشروع التمور. سابقا كانت البيانات يا فندم متسجلة على كارت ورقي مغلف مسجل عليه النوع، بلد المنشأ، تاريخ الزراعة، رقم القطعة ورقم النخلة في القطعة. أما الآن يا فندم هذا الكارت مسجل عليه نفس البيانات بالإضافة إلى إمكانية المهندس المسؤول إدخال الأعمال الجارية يوميا من ري وتسميد ومكافحة وبإذن الله الإنتاج يا فندم، بالإضافة إلى زراعات التحملية. هذه المعلومات يا فندم متيسرة دائما مع المهندس ورئيس الفرع، وأيضا تصل إلى رئاسة الشركة مباشرة كقاعدة بيانات تساعد على اتخاذ القرار المناسب. وإن شاء الله يا فندم أثناء المرور أحد المهندسين هيعمل بيان عملي. مشروع تنمية جنوب الوادي 2020 يا فندم تم تكليف الشركة باستصلاح وزراعة 500,000 فدان في منطقة توشكا. هذا المشروع يا فندم بيعتمد في ريه على ترعة الشيخ زايد بطول 51 كيلو، وتنقسم إلى 4 أفرع رئيسية: الفرع رقم 1، الفرع رقم 2، الفرع رقم 3، الفرع رقم 4. زمام الفرع رقم 1 ورقم 2 كل منهم 120,000 فدان. الفرع رقم 3 يا فندم زمامه 100,000 فدان. الفرع رقم 4 زمامه 380,000 فدان. عندما بدأ الاستثمار يا فندم بدأ بفرع رقم 1 و2 و3 ولم يبدأ بفرع 4. كان في مشكلة رئيسية يا فندم، حاجز صخري لمسافة 7 كيلو. أثناء تشريف سيادتك لنا يا فندم في توشكا عرضنا المشكلة على سيادتك، وسيادتك وجهت بتكليف الهيئة الهندسية بإزالة الحاجز الصخري. فعلا يا فندم الهيئة الهندسية نجحت، تم إزالة الحاجز الصخري، تم حفر الترعة وتم التبطين وتم وصول المياه الآن إلى منطقة التفرق.
في عام 2020 تمكنت الشركة من زراعة 25,000 فدان المميزة باللون الأخضر، وفي عام 21 القطعة المميزة باللون الأزرق، ودي إن شاء الله يا فندم هنستكمل 60,000 فدان. وعشان يا فندم نستكمل 500,000 فدان تم اختيار 3 قطع رئيسية. القطعة رقم 1 بمساحة 83,000 فدان على فرع رقم 1، القطعة الثانية يا فندم بمساحة 151,000 فدان ودي على الفرع الرئيسي، القطعة رقم 3 يا فندم 380,000 فدان منطقة الفرع رقم 4. أيضا يا فندم صدقنا من سيادتك هذا العام ب50,000 فدان أخرى جنوب فرع 4 وعلى طريق العوينات، ودي من المناطق المميزة. من خبرتنا يا فندم في المكان ومن تصنيف التربة وضح لنا أن حوالي 60% من المساحة نتمكن من زراعتها، باقي المساحات يا فندم بنستخدمها كمباني إدارية وكمزارع وكمشاريع تحقق قيمة مضافة للشركة. وسيادتك فندم وجهت أن إن شاء الله نبدأ العام القادم بهذه المساحة، إن شاء الله يكون العائد منها حوالي 250,000 فدان. أيضا يا فندم في هذا العام صدقنا من سيادتك يا فندم على استصلاح وزراعة 70,000 فدان أخرى في العوينات، بكده يا فندم تبقى العوينات وصلت 180,000 فدان. الشركة يا فندم تمكنت هذا العام من زراعة 200,000 فدان قمح، بإذن الله يا فندم هتنتج 500,000 طن بيوردوا بالكامل إلى وزارة التموين. أيضا يا فندم الشركة زرعت هذا العام ما يقرب من 30,000 فدان ذرة صفراء، بإذن الله يا فندم هتحقق 120,000 طن والحصاد جاري الآن. الشركة يا فندم تقوم ببعض الزراعات الأخرى مثل الطب والأنشطة الأخرى مثل الطبية والإنتاج الحيواني وبعض المشاريع التي تحقق قيمة مضافة. يعمل بالشركة يا فندم 3,200 فرد مدني من جميع التخصصات، مهندس فني عامل، 90% منهم يا فندم من صعيد مصر. بإذن الله يا فندم وبدعم سيادتك رجال الشركة هيستمروا في أداء مهمتهم بكل إصرار وبكل انضباط يا فندم.